مصر لو هنقارنهم كان هيتشكوك بقى وسبيلبرج. هيتشكوك من نوع بيقعد على داخل الكرسي كده وفي كده ما وراهم. بيقومش ما بيقومش، وكادر كادر رسمه عارف هيعمل ايه، ولو حد جه اخرج احتمال يطلع. روح هيتشكوك دي مش هتيجي في اي حد، روحه نفسه في الشوط زي الشهقه بتاعت الملوخيه مش هتيجي في هي كده، الشهقة بتاعت هي الملوخية هي نفس في الشوط. لكن انا بجد يسري اقدر اقول لك على فكره هصور كده بوايد انجل والكاميرا اهي، والثلاثه دول هيمثلوا كل واحد فينا هيخرجها، ده الشوط ده النفس. فاقدر انا محضره الكادر ده جدا ورايحه اصوره، وممكن اجي اللوكيشن مش محضره حاجه وابص كده فاقول لا من هنا يبقى احلى. فجأة جالك انت وحي فليني لأن فليني تفصيلة بينزل معاك. الشارع بيلاقي مشهد يصوره ويحطه ويشوف ممكن ينفع في ايه في الافلام، فهي ملهاش قاعده. انما ممكن نقيس على بعد كده ده هنقول عليه مخرج شاطر ولا لا، بشغله بروحه بنفسه. اللي قاله محمد، عشان انا مش من النوع اللي هو احبط معد، انا مبسوطه ان هو نفسه يبقى معد، يمكن يبقى احسن من مخرج بكتير، يمكن هو عارف هيجيب طيب مين ويقول ايه. ممكن بقى أسأل حضرتك، حسيتي فين في أي مكان من الفيلم اللي شفناه إنه محمد له طشة أو بتاع ملوخية بقى طشة ولا نفسنا شقة شهقة؟ يعملوا شهقة أتاري له شهقة في الفيلم اللي شفناه؟ شقة تسجيلية إعدادية، شهادة إعدادية إعدادية مش الشهادة الإعدادية، في بس مجال إنه الإعداد يعني. ممكن يبقى فعلا معد. يعني احساسي يعني ان انا ده فيلم تسجيلي ممكن يبقى كويس قوي المحطات، بس ممكن اخراجيا لو هو مش عايز الراجل يبقى مخرج ما قالكش اخد الزاويه دي منين واعمل ايه، فاهمني؟ فممكن ده، ولكنه نوع برضو من الافلام على فكره. يعني فيلمه ده مش هيقول لا لو دخلته كفيلم تسجيلي، لطيف قوي من اللي بيعملوا افلام تسجيليه، بس هو ما عندوش النزعه الاخراجيه الراجل، هو عاوز يعد. وهو معظمه anyway ارشيف يعني، انت بالظبط اخذت لقطات من بالظبط. الارشيف الاخباري، واضح انك جمعتها من لا مش اماكن معظم، ده انا حاجات احتاج بشده حرام ده لقطات قليله جدا تتعدى ايش الشر ده الصابع اللي هي اللي هي محارق اليهود. بالعكس. لا انت بتعتبري انه محارق اللي بيسموه اليهود بالانجليزي توكينج هيد يعني كده راس بتتكلم، بتعتبر ان ده لوكيشن؟ لا بس مش ارشيف، اصل الارشيف دي حاجه يعني تانية. بس ما برضه ما انا ما شفتش انا انا يعني وقفت على كلمه ارشيف. اقدر لكم كانوا بيصلوا في رحتوا المعبد الكنائس اليهودي، رحتوا كنيسه، اوكي ده يعتبر. اول ما بطلع وبشوف بحس ان، لكن انا حاسس ان انا مخنوق طول الفيلم وارشيف عشان ومزيكا الانترفيو. عاليه ومونتاج سريع و... ليه؟ انت بتدعو الى التسامح وانه والهدوء في التعامل، ليه؟ خلينا نقول انه بس انترفيوهات، خلينا نقول انه صور انترفيوهات بشكل يعني تسجيلي، يعني خلينا نقول كده. ليه عايزين نحطه تحت بند انه فيلم يعني ليه عايزين نحطه فيلم قصير بتاع؟ هو فيلم مش تسجيلي حتى، هو عباره عن انترفيوهات مجمعه بالشكل اللي هو عاوز يطلع منها انه البني ادم اصله بني ادم. فالراجل مش مخرج، فكتر خيره انه طلع الناس دي. لو مش معقول يا استاذ انا بحاول يا محمد اشكال المعالجه. بالمناسبه مين اللي اختار اسم الفيلم بني ادم؟ مين فيكم؟ واحنا كنا قاعد مع بعض كده اخترنا كذا اسم. كان الاول ادم برضه ما مش عارفين مين اللي اختار. لا لا كان آدم. حد قال مش محمد، كان حد قال ادم، وبعدين يمكن انا بتهيألي انا اضفت بني قلت آدم. ابناء بني، يعني خلينا نطور على ادم ما تبقاش أوكي. ادم لوحده. انا كان ليا يعني كنت عايز اسميه حكايه لكل العالم على بدايه زي الاغنيه. فعشان فاحنا اتناقشنا فيه فلقينا بني ادم اصلح واحسن، واحنا كل حاجه يعني بنحاول نفوت فيها يبقى في ما بيننا عشان يبقى مفيش حد متضرر، يعني حد يقول لا انا مش عايز ده، فده اللي المجموعه وافقت عليه. بالنسبه بس لموضوع الاعداد والاخراج، انا شايف في نفسي بس في موضوع اللي انا اكتب واتخيل اللي انا بكتبه على الورق احسن ما انا اقف وانفذ اللي انا بكتبه، بحس نفسي اكتر في دي في الكتابه. حتى انا اليومين دول بحاول اكتب سيناريوهات روائيه، يعني احاول اطلع دي بحس بيها نفسي اكتر، بحسها بكتب اكتر. قول سيناريو واحد يا محمد، بلاش سيناريوهات دي هتحس سيناريو. هو سيناريو هو واحد سيناريو دي. انا برضه لما قلت هو صالح ان هو يقدر يسيطر على كتابه السكريبت، انا ركز في حته حلوة الكتابه دي. كتابه محمد كتابه اكتر من فعلا ما يقف الراجل مش عايز، فانت بتحاسبه على حاجه هو ما نفسوش يعملها، خلاص هو هيكتب. اوكي يا محمد، يعني برافو على الحته دي والله. في مخرج كويس ما بيعرفش يكتب؟ انا لا انت بتعرف انا نفسي قصير، اكتب حاجات في نفس قصير، لكن مطول مني
بحب حد معايا، يعني ما اعرفش لوحدي ابقى بحب اقيس على حد، اقول له طب دي احب اقيس على حد، مش بالضروره خالص. وفي مخرجين بيكتبوا حاجاتهم بتبقى شنيعه، بتبقى ذاتيه جدا، بتبقى هو حاسس طول الوقت شايف كده، زي مخرجين كتير نعرفهم. لا انا عندي يدي لحد تاني يكتب. هيتشكوك مش كل افلامه بيكتبها، فليني فتلاقي طابعها كده، لكن في مخرجين عظماء مش هم اللي بيكتبوا. محمد ايه اكتر يعني سواء برامج في على تلفزيونات عربيه او افلام تسجيليه بتعجبك؟ مين مثلك الاعلى؟ ايه اكتر يعني عمل تحس كده كان نفسي انا اللي عامله كبرامج كده يعني افلام تسجيليه وكده؟ لا على مستوى الافلام التسجيليه ما يعني في افلام ما افتكرش قوي يعني، لان انا بتفرج بس ما بتابعش مين اللي اخرج العمل ومين اللي. انا بتابع الجزيره الوثائقيه، كنت اتفرجت مره على فيلم عن الثقافات في افريقيا، كان معمول عن قبيله في افريقيا والعادات بتاعتها وكده، كان عجبني قوي لانهم هم بيبقوا واقعيين اكتر، بيحاولوا يوصلوا للمكان بتاع الحدث، بيكلموا الناس، بيخشوا جوه المكان وبيطلعوا كل اللي جوه الناس، وده اللي مساعدهم فيه اللي هو الامكانيات شويه، لانهم بيتعايشوا معاهم اكنهم في وسطهم. ده اللي عجبتني فيهم اكتر. لكن في موضوع الفيلم، كان في فيلم عجبني قوي ماي نيم اس خان. الفيلم جميل جدا، في جمله فيه حلوه قوي زي الاستاذ ساندرا قالتها في اول المشهد، اللي هي اول قالت ام شاروخان قالت له ان مفيش واحد اسمه ده مسلم وده هندوسي، في واحد بيعمل خير واحد بيعمل شر، انا الناس في العالم اخيار واشرار. دي اللي عجبتني قوي في الفيلم. جميل. ما شفتوش، انا عايزه اشوفه، سمعت عنه كتير قوي للاسف ما شفتوش. استاذه بسنت، لو افترضنا انه رجعت العجله وعندك فرصه تعملوا الفيلم ده مره تانية، ايه اللي حاسه ان المفروض يتغير او يتعمل بشكل مختلف؟ ممكن ترتيب الفيلم شويه، ولقطات كانت في الشرايط الخام يعني متصوره وكانت قويه عن لقطات محطوطه في الفيلم كانت تتحط. طيب احنا قربنا نروح على فاصل. انا بشكرك جدا جدا يا محمد واهنيك على فيلمك. انا كنت قاسي شويه فبالعكس معلش استحملني. شكرا حضرتك، اهنيك على الجائزه، اهنيك على التخرج، واتمنى لك كل توفيق في مستقبلك. واشكر طبعا الاستاذه بسنت مراد المعيده في الكليه والمشرفه على الفيلم نيابه عنكم، لانها ساعدتكم وعاشت معاكم التجربه، ولانها لقت من وقتها وجت جاري من الساحل الشمالي عشان تكون معانا. وعلشان ما هم طبعا هيسيبونا دلوقتي وهكون معانا في الجزء الثاني. الاستاذ دكتور عادل رضا نفسه، ذات نفسه اللي كل الناس بتشتكي منه، علشان يناقش معانا الامور اللي اثرناها من شويه، ويحضر كمان مناقشه فيلم ثاني انا شخصيا معجب بيه جدا، اسمه فيلم المملكه، وهتكون معانا بطله الفيلم ده، لانه هنشوف بقى بطله هتكون معانا. وعلشان اخيرا يعني الاستاذه ساندرا نشأت اللي هتفضل معانا برضو في الجزء الثاني ما تزعلش، احنا محضر لها الاسماء بتاعه الفيلم بتاع بني ادم، هنزاحها دلوقتي بس. أيوة، ارجو من الساده المشاهدين ما يقفلوش ويفتكروا ان دي نهايه البرنامج، ما تبعدوش عننا، هتشوفوا اسماء الناس اللي شاركت في فيلم بني ادم. وهناخد فاصل صغير قوي ونرجع تاني، ابقوا معنا. حكاية لكل العالم ولكل شعوب الأرض، الدين عمره مكان في يوم برد تبقى لو فرقنا الأديان مهان.